اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيفي وضيفكم. النموذج المشرف حاجه جميله، حاجه تشرح القلب كده، وانت في طالع من اخفاق يجي لك بطل بيدي لك امل، بيدي لك حماس، ادب واخلاق، حاجه جميله جدا. واحد من ابناء النادي الاهلي الكابتن علي خلف الله، ابن من ابناء النادي الاهلي وبطل السباحه الحاصل على برونزيه البحر المتوسط. مزبوط. اهلا بيك معانا. اهلا حضرتك. اولا انا سعيد بيك وسعيد بتجربتك. انا عايزك تتكلمني على تجربتك. اولا انت حاصل على الميداليه البرونزيه من وجهه نظري في اصعب سباق في السباحه، اللي هو ال 50 متر حره، وده يمكن اصعب واقوى حاجه داخل منافسات السباحه. الكلام ده صح؟ ال 50 حره بالذات في الاولمبيكس، يعني ما فيش غير ال 50 حره اللي موجوده، ما فيش 50 باك ولا بيست، وخصوصا في بطوله البحر المتوسط كنت خدت الحمد لله البرونزيه، والفرق ما بيني وما بين اللي كان واخد تاني كان 1%. يعني انت الفرق في سباقك ما بيبقاش ثواني، لا، بيبقى لحظات. احنا كلنا يعني لو تشوف الفيديو كلنا داخلين مع بعض، بس اللي بيلمس الاول هو ده اللي بيكسب. فالحمد لله انا كنت الاول، كان عامل 21 حاجه و60، والتاني كان عامل 21 96، وانا كنت عامل 21 97. انت كنت متوقع ان انت يبقى حجم المنافسه بالشكل ده، بيبقى بالقوه دي ما بينكم لحظات؟ دايما كده، بتبقى كلنا جنب بعض دايما، كلنا ما فيش فرق كبير حتى، يعني كله بيكون الا في 21 22، ما فيش حد، كلنا within الثانيه دي. فده اللي بيخلي ال 50 حره بالنسبه لي هي اصعب سباق، بس احسن سباق برضه. هي اصعب وممكن يكون امتع، واللي انت بتقوله السباق بيخلص ما حدش عارف مين كسب. بالظبط، يعني من بالعين المجرده اعرف هل ده اللي بيكسب ولا انت مثلته في العديد من المحافل، واعتقد النادي الاهلي من الانديه اللي بتهتم برياضه السباحه بشكل كبير. نفس الشيء بيبقى في دوره درمشتات اعتقد في المانيا، وكان في كذا دوره بيعملوها في هذا الامر. السباحه دايما مرتبطه، ابطال السباحه مرتبطين بالنادي الاهلي. هل ده اللي شجعك انك تبتدي بالسباحه في النادي الاهلي؟ انا اللي شجعني اني ابتدي في السباحه في النادي الاهلي ان طبعا والدتي كانت عايزاني ابتدي رياضه السباحه، فابتديت وانا عندي ست سنين. وزي ما حضرتك قلت ابن النادي من الاول، وانا عندي 6 سنين لحد وانا عندي 14 15 سنه في النادي، من أول مع الفريق ورايح دورمشتاد، رايح سن الفنجان في المانيا. سافرت كتير جدا مع النادي، واتدربت مع كوتشز كتير جدا في النادي، زي مثلا محمود سامي، احمد سامي، كابتن بادي، كوتشز كتير جدا. انت شايف الصور اللي هي موجوده دلوقتي دي؟ دي كانت في بطوله في امريكا مع الجامعه بتاعتي. طيب دخولك داخل المنافسات، دخولك داخل النادي الاهلي، ابتديت، هل شدك سباق ال 50 متر حره؟ هل شدك موضوع الكرول او الحره، السباحه الحره، ولا كان في مثلا انواع ثانيه وانت يعني انت اخترت الكرول، او هم اللي يعني في ساعات الكوتش بيبقى شايف ان انت تلعب السباق ده احسن؟ انا في اوائل، يعني في وانا عندي 6 سنين، او اول لما دخلت الفريق لحد لما مشيت من مصر في 2011، كان المين ستروك بتاعت كانت باك، يعني انا ما عمتش حره خالص. يعني او الطريقه او النوع اللي انت كنت بتلعبه اللي هو الباك اللي هو الخلف، يعني بالظبط. فده كنت بعومه، يعني ده 50 و100 و200، ده كان المين ايفنت بتاعي. وبعد كده في 2011 قبل ما امشي على طول، كابتن محمود سامي كنت بتمرن معاه مشكورا، قال لي ان انا اشوف ال 50 حره. فنزلت ال 50 حره وكانت شورت كورس ساعتها، وحطمت الرقم على طول. فده كان بدايه ان انا اشوف نفسي. هو ايه الفرق ما بين، يعني عايزين نعرف يعني ايه شورت كورس؟ يعني هو كورس قصير. أيوه. يعني ايه شورت كورس؟ الشورت كورس هو بيتقسم في مصر مثلا وفي اوروبا بيبقى 25 متر، وفي امريكا بيبقى 25 يارده. فبيستخدموا، ما احنا الفرق ما بينه وبين امريكا الياردة والياردة والمتر، ولا امريكا برضو ليها حاجات معينه يعني؟ بالظبط، كل حاجه مختلفه، قياسات معينه. ده شورت كورس بيبقى 25 متر، اللونج كورس بيبقى 50 متر. فده حاجه موحده في العالم كلها 50 متر، وده اللي انا كنت بعوم فيه في البحر المتوسط. فده اللي خلاك تبتدي تحس مثلا من بعد ما الكوتش قال لك عايز اشوف الكورس ده او السبق ده، حبيتها؟
جدا. حبيت السرعه اللي فيها 50 حره دي 21 ثانيه، فانا مش محتاج ان انا اعوم لوقت طويل الحمد لله يعني. بس محتاجه ايه يعني؟ احنا على مدار تاريخنا من ايام السباح العالمي ابو هيف وحتى الان احنا ما عندناش حد في المية حره او الخمسين حره يعني. يعني برضه انا عايز اسالك السؤال ده، تفتكر ليه يعني دايما بنيجي نتفرج، كلنا بنتفرج على الاولمبياد والسباحه في الاولمبياد اكثر من ممتعه طبعا يعني. عندنا واحده من النجوم الكبار كابتن رينا علواني اللي معانا دلوقتي في مجلس اداره النادي الاهلي وبنتشرف بذلك، كانت ابتدت كنا بعيد عن السباحه ولكن ابتدى يمكن جيلي والاجيال يعني ما بعد يعني ابتدينا نهتم بنتائج السباحه بسبب كابتن رينا علواني. فليه احنا بعيد عن ال 150؟ ال 50 وال 100 بالذات او السبرنت كورس يعني السبيشالتي دي بتبقى صعبه جدا لان بتحتاج تمرين مختلف تماما عن اي تمرين. في حاجه اسمها فاست تويتش ماسلز وسلو تويتش ماسلز. الحاجات دي بتكون الفاست تويتش ماسلز دي اللي هو السبرنترز واللي هم الناس اللي نازلين يعملوا 50 و100 ومحتاجين الرياكشن تايم يكون سريع، محتاجين كل حاجه تفاير كويكلي. بتتكلم في، انا بس عشان بحاول اشرح بطريقه مفصله الكلام اللي انت بتقوله للجمهور، انت بتتكلم ان انت مثلا دراعك وكتفك وصدرك ورجليك يكونوا متناسقين بقوه جدا، لان انت في الخمسين محتاج ان انت تبقى قوي جدا وسريع جدا فده بيحتاج تمرين مختلف تماما عن مثلا هم ال 400 او ال 200 لان هم تمرينهم ال 400 ممكن يكون سترينث اكتر او مثلا احمال اكتر حمل اكتر. بالظبط هما بيحتاجوا الديستنس واللي هو بيعوم 200 و400 بيحتاج حمل اكتر من اللي بيعوم 50 و100. نعم. فده بيختلف تماما عن التمرين في مصر او التمرين في امريكا. انا لما رحت امريكا التمرين كان، انت رحت امريكا امتى؟ في 2011. 2011 في 2011 رحت مدرسه هناك عملت 3 سنين هناك وبعد كده رحت انديا. يعني جالك منحه ولا يعني انت حققت قلت لهم انا بطل سباحه من مصر ف يعني لو ينفع هم في الحاجات دي بستجيبوا صراحه معظم الوقت طبعا مش على طول ده اكيد طبعا لا بس هم بيحترموا وبيقدروا خاصه جداً. يعني اعتقد ان وجود شخصيه زي مايكل فيليبس في امريكا بتخليهم عندهم الى حد ما توجه لرياضه السباحه. ايوه جدا ودي حاجه كويسه يعني طبعا هناك السباحه مهمه جدا والكوره الامريكان فوتبول بتاعتهم مهمه جدا بس كل بيدوا لكل واحد حقه يعني. نعم. بيدوا للسباحه حقها وبيدوا للكره حقها. فدي من الحاجات اللي بتساعد جدا ان يكون في بالانس ما بين الحاجات دي كلها. يا كابتن علي، مايكل فيليبس جاب كام ميداليه الامريكي؟ كتير. احنا بنتكلم في دواليب من اكيد طبعا. وسباح واحد الامريكان فوتبول مش هتجيب ولا ميداليه الامريكا. فاذا التوجه احنا بالنسبه لنا ان احنا يكون عندنا في مصر سباح قادر على ان انت تجيب لنا 50 و100 يعني هيبقى فيه ميداليتين وده شيء يحسب. انت حتى مايك اوسن بولت في رياضه الالعاب القوى بيجيب مثلا 4-5 ذهب كده لجامايكا مقفولين قبل ما يعتزل يعني. أيوه. فده توجه كبير فاهتمامهم بالسباحه واكيد عندهم طرق انت استفدت منها. اكيد طبعا استفدت بحاجات كتير جدا واولهم ان البالانس ما بين السباحه والدراسه والحياه عامه بره السباحه والدراسه دي حاجه مهمه جدا. لان طبعا لو السباحه هو كل تركيزي انا مش هعمل كويس في الدراسه. نعم. لو الدراسه كل تركيزي مش هعمل كويس في السباحه. لازم يكون في بالانس ما بين كل الحاجات دي والمسؤوليه ما بتجيش على الـ على الـ على السباح بس، المسؤوليه بتيجي على كل الناس اللي حواليه. نعم. اولهم السباح طبعا. نعم. لكن دي حاجه مهمه جدا لان ده بيساعد جدا وساعدني شخصيا، ده من الاسباب اللي خلاني اروح لامريكا لان ده حاجه ساعدتني جدا. طب انت في النادي الاهلي كسبت كم بطوله للنادي؟ كتير. مش قادر. لأن أنا كنت مع شاركت الحمد لله في بطولات جدا كتير جدا زي مثلا بطولة الجمهورية وبطولة القاهرة لما كنت موجود في مصر ولسه الحمد لله. ما شاء الله يعني رياضة السباحة أو السباحين في النادي الأهلي لما بسألهم السؤال ده دايما يعمل نفس الرياكشن اللي أنت عملته، نفس رد الفعل، إيه ده كتير قوي. فما شاء الله أنتم مسيطرين على الرياضة دي. الحمد لله. وكمان يعني قبل 2011 قبل ما أمشي كنت الحمد لله قادر إن أنا أسجل اول تاني تالت على مراحل كتير في العمومي او في الناشئين لما كان عندي 15 سنه و14 سنه. جالك اتصال عايزك تقول الو. اوكي الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد ازيك؟ اهلا.
ازي حضرتك؟ عرفت ده مين؟ انا ما سمعتش الاسم الصراحه. ده استاذ احمد خلف الله والدك. ايه ده؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا علي؟ الحمد لله. الف مبروك يا بطل. الله يبارك فيك حبيبي. ربنا يوفقك دايما ان شاء الله. ونشكر بصراحه القناه ونشكر النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب طبعا وكل اعضاء مجلس الاداره والكابتن محمد مرجان. ربنا يكرمكم يا رب ان انتم تهتموا بالرياضات الاخرى. الله يا فندم. يعني الاول انا برحب بحضرتك استاذ احمد، وبيشرفنا وجود نموذج الصراحه جميل ومبشر للرياضه المصريه مش بس للنادي الاهلي، وبيدينا فخر ان النادي الاهلي قادر ان هو يطلع لنا كوادر بهذا الشكل. واكيد حضرتك كان ليك دور كبير، يعني صناعه بطل ما بتبقاش مجرد تمرين وما بيبقاش مجرد النادي اللي هو فيه في السن الصغيره. يعني هو لما اتكلمت معاه قلت له انت لعبت السباحه ليه؟ قال لي كان جت من والدتي ووالدي من البيت، كان ليكوا دور كبير. ايوه دي حقيقه فعلا. هو مامته يعني صراحه هي اكثر واحده كانت حريصه على الموضوع ده وكانت بتحاول بقدر الامكان. وهي صراحه لو في حد هيشكر في هذا الموضوع او شكرا هتبقى مامته، ان هي اللي عملت كل حاجه. هي اللي كانت بتروح توديه وتجيبه لان احنا ساكنين بعيد عن النادي، وكانت توديه كل يوم وترجعه والمدرسه. ورغم ذلك هي صممت، هو كان راجل الحمد لله وربنا كرمه وكمل النادي وكان ماشي بشكل كويس الحقيقه. والنادي علمه يعني ايه ان هو يبقى نمبر 1 كالعاده، علمه يعني ايه يبقى مركز اول، ما علموش يعني ايه مركز ثاني. يعني بالنسبه له ثاني زي الاخير، بالذات لما كان موجود في مصر. يمكن القصه اختلفت شويه لما سافر بره، نتيجه للمنافسات بتبقى اقوى، انما الحمد لله هو بيحاول بقدر الامكان يعني. طبعا يعني برضو شكر كبير للسيده طبعا والده علي او كابتن علي، خلاص بقى بطل من الابطال اللي بيشرفونا. ودور الام دايما بيصنع الفارق في اي رياضه مش بس في السباحه، ولكن طبعا اهتمام وانها تواظب والحاجات. يعني اكيد لحظاتك ما بيبقى شريط حياتك كده وانت في امريكا بتفتكر اول تمرينه ما كنت لسه بتلبس بقى عوامات ودلوقتي بقيت بسم الله ما شاء الله. لا طبعا والدتي يعني من وانا صغير وهي معايا، يعني بصحى الصبح الساعة 5 بتوديني التمرين على طول، دايما ورايا في كل حتة، بتروح تجيبني من التمرين توديني. يعني بابا ما كانش بيودي تمرين التمرين خالص يعني، هو معانا على الهوا كده. مش قوي مش قوي كده. استاذ احمد حضرتك حضرتك كنت متوقع انه يعني علي يحقق البطولات اللي هو وصل لها؟ متوقع ان هو يحصد بطولة في البحر المتوسط، هل كنت متوقع منه هذا الاداء؟ هو علي الحقيقه يعني احنا دايما كنا كلنا متفقين كاسره على حاجه واحده في الانسان، ده وده متعلمينه من زمان، ان احنا الانسان لما بيبقى عايز يحقق حاجه هيقدر يحققها طالما اجتهد. نعم. والحمد لله احنا كان عندنا الفير ده وربنا كرم علي بان هو فعلا وصل ده. واحنا دايما دايما عندنا ثقه في ان هو ملتزم ودايما بيحاول بقدر الامكان يرضي ربنا يعني، ويشتغل ويسمع كلام المدربين بتوعه وما بيعترضش خالص. فدي من مميزات البطل يعني، ان هو دايما يحاول بقدر الامكان يتعلم وما بيقولش لا ابدا، بيحاول بقدر الامكان يتعلم. ده كانت مؤشرات نجاح. طبعا علي ما شاء الله تسلسل ارقامه كان كويس جدا جدا جدا، وكان دايما هو اتعلم ان هو يحط لنفسه هدف. نعم. دايما يجي في اول كل سنه يحط لنفسه تارجت، انا عايز اوصل لده لده لده، وماشي بدون يعني بدون ما يبقى بدون ما يبقى تنشن او حاجه، لا كان ماشي بشكل كويس جدا. عشان كده احنا كنا دايما واثقين ان هو ربنا هيكرمه، ولسه كمان هيكرمه اكثر باذن الله في الفتره اللي جايه. استاذ احمد خلف الله والد السباح الرائع علي خلف الله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بالنسبه للبحر المتوسط المنافسه كانت شكلها عامله ازاي؟ يعني احنا في بطوله العالم او مثلا في الاولمبياد بتبقى امريكا وعندك الصين وعندك جنوب افريقيا، استراليا اعتقد قويه جدا في وروسيا اكيد في الرياضه كمان، روسيا خاصه في في في, في الشورت كورس يعني بتبقى قويه جدا. حجم المنافسه في البحر المتوسط بيبقى ازاي؟ حجم المنافسه في البحر المتوسط يعني الحمد لله كان ليا شرف ان انا عملت ريبريزنتيشن لمصر في بطوله العالم 2017 في بودابست،
حجم المنافسه كان طبعا الدول اقل فالاثليت مش كتير زي بطوله العالم بس كان البريبريشن بتاعتي ان انا نازل مع ناس مش قليلين يعني انا كنت نازل مع واحد بيعمل احسن مني في الخمسين حره وده اللي انا كنت عايز اكسبه بس هو كان مليونان فما كانش في اي سباحين قليلين انا كنت عارف ان انا داخل على سباحين مش جايين يهزروا اليونان هي بطبيعتها جزر فيعني موضوع المياه من 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 اول يعني الرومان القدامى يعني هم عندهم موضوع السباحه ده يعني شيء في 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 طريقتهم او في طريقه حياتهم يعني والاولمبيكس طبعا لان دي حاجه ترجع للروح فبالنسبه لك برضو انك تقابل يعني سباح بهذا المستوى انت بتتكلم انت الفرق ما بينك وما بينه لحظه بالظبط هو كان عمل زي ما قلت كان عمل فرق بيني وما بينه كان 30 جزء من السنه 30 جزء من الثانيه دي تاخد قد ايه تمرين تاخد سنين تاخد سنين لان مثلا في 2015 لا مش عارف انت رقمك انت رقم وصل لكام دلوقتي رقمي دلوقتي 21.97 بالتالي ده اكبر احسن رقم في تاريخ مصر احسن رقم في تاريخ مصر الحمد لله واول في حد معدي لا للاسف لسه ما فيش في افريقيا يعني حتى جنوب افريقيا ما فيهاش لا في مصر بره مصر في طبعا في في افريقيا كتير جدا الرقم الافريقي 68 اظن 21 68 انت حاطط في دماغك هدفك انك توصل للكلام ده طبعا ده انا وانا نازل قبل ما انزل البحر المتوسط كان الهدف بتاعي ان انا ما جيبش 21.9 بس اجيب 21.7 او 8 بس ربنا ما وفقنيش في الحته دي بس الحمد لله انا عارف ان دي مش اخر 50 ليا يعني ان شاء الله هنزل بطوله ثانيه في مصر وبره مصر كتير هي جدا. دي بطوله ده السبق ال 50 حره في البطوله حر. 50 حره ده اللي هو طول حمام السباحه بالظبط يعني هو ده السبق اللي انتوا كلكم فنشتوا فيه مع بعض بالظبط هو ده السبق اللي انا كنت بتكلم عليه انت كنت انهي واحد بقى اللي في النص اللي في النص ودايما اللي في النص ده بيبقى حقق في الـ في البريليمز في التصفيات كنت في التصفيات الاول كنت ماشي بشكل كويس طب هل في التصفيات بتفرق عن السباق يعني مثلا ما كلش ما بيحطش فول باور يعني انا حطيت فول باور في التصفيات لكن الولد اللي كسب في حاره 6 او حاره 5 هنا دي بقى يعني لحظه الوصول بالظبط بتحس بايه ساعتها طبعا بتشوف الساعه يعني انا بصيت على الساعه لقيت ان انا عملت 21 وده كان الهدف بتاعي ان انا اعمل 21 يعني ده حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ مصر ان واحد مصري ينزل تحت 22 ثانيه ده ما كانش حد يقدر يسمع عنها لو كنت قلت لي كده من 10 سنين كنت اقول لك انت بتهزر يعني ما اظنش ان انا هعمل كده خالص بس الحمد لله انا بصيت على الساعه وشفت ان عملت 21 كنت فخور جدا فخور جدا ان انا حطيت كل التمرين ده الست شهور اللي فاتوا بتتمرن قد ايه يعني؟ بتمرن يعني في اليوم حوالي 3 ساعات او ساعتين ونص ست مرات في الاسبوع كل يوم في تمرينه وفي جيم كمان مرتين في الاسبوع السباحه بتحتاج جيم؟ جدا خصوصا السبرنترز اللي هم اللي بيقوموا 50 ومحور محتاج قوه في المصر محتاجين قوه جدا ومش قوه اللي هو واحد يكون بادي بيلدر طبعا قوه ان واحد يكون عنده سترينث ان هو مصر يقدر سترينث يعني يكون عنده قوه عضليه قادره ان هي تدي طاقه طبعاً. عاليه في السرعه ده بالظبط جدا فدي حاجه يعني انت رينج تمرينك من 4 ساعات حوالي 4 ساعات يعني مثلا يومين هيكونوا 4 ساعات والباقيين هيكونوا ساعتين ونص بتذاكر قد ايه وبتذاكر بذاكر يعني دايما بخصص وقتي ان طبعا الصبح بيكون التمرين وبيكون كل والمحاضرات وكل الحاجات دي وبالليل بيكون وقت المذاكره والريكفري بتاعي فده بيكون دايما عامه يعني بس طبعا لما بيجي فاينلز وحاجه كده الدنيا بتختلف شويه لكن دايما بيكون بالانس ان الصبح في تمرين وبالليل في دراسه طب هم هناك في امريكا بيبصوا لك وانت كمصري وسباح وابتديت تخش في الـ في الـ في, الـ في الارقام طبعا في ال 50 متر حره هل بيبقى بالنسبه لهم في اعجاب يعني تعجب مش اعجاب تعجب شويه ان مصري وكويس كده جدا يعني خصوصا دلوقتي الحمد لله عندنا مثلا فريد عثمان وكل كل الشباب التانيين كلنا في امريكا والحمد لله بنقدر ننافس الامريكان بننزل بطولات معاهم وبننافسهم يعني الحمد لله جالي بتشرف ان انا بنافس نيثن ادريان اللي هو كان خد ثالث في بطوله العالم اللي فاتت وبنافس كيلب دريسل وبنافس ناس اول وثاني في العالم فده بي يعني ان انا اكون واقف جنبهم مصري وفخور جدا بوطنيتي ومصريتي ده حاجه
بيبصوا عليها كانها حاجه قويه جدا. اكيد كلنا كمان احنا عايزين برضو ندي لحضراتكم بعض الاخبار عن بعثه مصر في اداره الالعاب البحر المتوسط. رجاله الطايره بيكسبوا المنتخب التركي وبتاهلوا النصف النهائي. صراحه عاملين حاجات جميله جدا، اشواط 25 21 27 25 25 19 تسيد تام، وهيلعبوا ايطاليا في السيمي فاينل. ربنا يكون معاهم يا رب. طبعا المنتخب الايطالي في الفولي بول من اقوى المنتخبات. في ايضا 7 ميداليات في اليوم الرابع اللي هو امبارح. سارة سمير خدت ذهبية في وزن 69 كيلو، والميدالية الذهبية في مسابقة تانية خدت 2 ميدالية ذهبية، ورجب عبد الحي خد في وزن 64 على الميدالية الذهبية على مسابقات الخطف. وبقول لحضراتكم لعيب الألعاب الفردية يقدر لعيب واحد يجيب أكتر من ميدالية ذهبية، وبيبقى حاجة مهمة جدا. المصارعة اللاعب سامي حمدي خد في وزن 74 ميدالية فضية، اللاعب حسام مصطفى في وزن 97 كيلو، وكده إجمالي ميداليات مصر 11 ميدالية ذهبية، 8 فضية، 11 ميدالية برونزية، 30 ميدالية للبعثة. حاجة جميلة جدا. النهاردة كمان عندنا 3 ميداليات، حاجة إن شاء الله كده تكون في نتيجة طبعا مجهود كبير جدا لهذه البعثه ولهؤلاء النجوم. انا في النهايه والله كنت نفسي ان يكون معانا وقت اكبر واحد من السباحين الكبار. ان شاء الله توعد مصر ان شاء الله ان احنا ناخد ذهب باذن الله. اكيد على طول، يعني ده هدفي، يعني انا عايز اعمل كده لمصر وعايز اعمل كده لنفسي. يعني طبعا ده التمرين اللي بحطه، التمرين اللي بتمرنه كل يوم ده. شكرك باذن الله علي. شكرا جزيلا. الاهلي حبيب اكيد طبعا، الاهلي حبيب دايما. الاهلي حبيب دايما، دي احلى ختام نكتبه مع حضراتكم النهاردة. حتى ألقاكم في حلقات أخرى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.